اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ حسام. اهلا بيك. لقاء بيتجدد وحضرتك بتنوره. الله يخليك. واخد بالك. ده نورك يا دكتور. والحقيقه بنشكر القناه كمان لو خدت بالك ان احنا بنطلع في الميعاد المناسب. وده شغل تقني عالي جدا جدا ما شاء الله، يعني احنا طلعنا في قنوات كتير اللي هو الوقت انك تطلع بالثانيه ده صحه وجمال. انا راحتي النفسيه جت على قناه الصحه والجمال عامه. خلاص يا سيدي. اللي برضو اللي عاوز انتهز الفرصه ان انا اقول طبعا بنوه للساده المشاهدين ان البرنامج بتاعنا ليس ربحي خالص. اكيد يا دكتور. وليس لنا غرض ان احنا بنسوق لشغلنا ولا نسوق للعياده ولا وراء اي حاجه مستتره، ونتمنى ان نكمل كده. وحتى الناس اللي بيقولوا لنا ان عاوزين نكشف او كده يعني نصبروا ونحاول نعالجهم ان شاء الله على الهواء بنسبه 90% هننجح بامر الله ان شاء الله. صحيح في حاجات لازم المريض ولو حتى الواحد يبص على شكله، وده يمكن عاوزين نعملها بقى على الفيسبوك يوم الاثنين يا استاذ حسام، ان ممكن يبقى عطلنا الصور بتاع المريض نفسه، يعني طبعا مش هعرضها على نفسه بعتها لك انت على الخاص ولا حاجه، يعني استغرب ان شاء الله. لا ما فيش. والله دكتور حتى خارج الاستديو يعني انا بشهد لك ان تملي كل همك وكل شغلك الشاغل ان ازاي تساعد المريض او المشاهد. بس هم يستحملونه في المعلومات. لا ده هو ان انا بس ما بحبش اتكلم في التليفون خالص. لا ما حضرتك مخ عشان اشغله في الطب بتعب بصراحه، والله بتعب، يعني انا دلوقتي بخلص الحاله ببقى تعبان جدا. ما هي للاسف الشديد ممكن يكون المريض او المشاهد مش واخد باله من الملحوظه دي، ان حضرتك برضه ليك مشاغلك تانية بتمر على مستشفيات وعلى عمليات تانية. فهو وبعدين برضه حسام ان انت ما احنا بندي ساعه تاني يوم الاثنين طبعا، اللي هي اللي على الفيسبوك من الساعه 9 ل 10 يوم الاثنين. ودي على فكره عملنا لها فيكس او وزقناها من وقت حضرتك برضه للمشاهد او المريض. بارك الله في حضرتك. ما هو الله يخليك. طب احنا برضه قبل ما نبدا الحلقه عاوز اتكلم عن الكورونا شويه يا ريت. لان واضح ان في تسيب مجتمعي، واخد بالك. وبعدين يا جماعه اصل البديل اللي هتبقى حاجه كبيره قوي بالنسبه، احنا اقتصادنا يعني على قدنا، بلد على قدها طبعا مش عايز الكلام، فلازم نشتغل. يعني ما ينفعش نقفل زي امريكا ولا زي اوروبا ولا زي البلد التانية اللي بتقفل. تمام. انها تقفل ده الاقتصاد بينهار. ما ينفعش. فالوقاية خير يعني من العلاج. يعني انا وسيادتك كده بينه وبين بعض حوالي متر ونص، اوكي. تمام. اقل من كده ويستحسن يبقى استوديو كبير زي اللي احنا قاعدين فيه. اكيد. لا ما شاء الله الاستوديو مش مقصرين طبعا في شيء. طبعا ده ارتفاع يعني. الاستوديو هنا يا جماعه حوالي 8 متر او اكتر، او 3 متر تقريبا، 9 متر. ده 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 اكتر. ده 12 دور 12 متر 2 3 يعني ممكن 10 متر مثلا. 10 متر في المساحه دي يستحسن الابواب تكون مفتوحه او الشبابيك تكون مفتوحه، يعني في تيار هواء ما نقفش يبقى مكان مقفول. غير كده نحط الكمامه. تمام. اخبار حضرتك الناس ما تحطش الكمامه وبتسلم على بعضها دلوقتي. يعني ناخد الاستاذه اسماء من كفر الشيخ ونرجع للحوار المهم ده. الاستاذه اسماء من كفر الشيخ، السلام عليكم. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا استاذه اسماء، الدكتور معاكي. ساعه الرقبه واعلى الظهر وعدم احساس بالذراعين. بتقولي ايه يا فندم؟ ساعه الرقبه واعلى الظهر وعدم احساس بالذراعين. صداع ودوخه. فسر لي يا استاذ. طيب عندها مشكلة في الدراعين ودوخة وتقريبا في الفراش على طول وفي الرقبة. وفي الرقبة يعني في ألم في الرقبة من ورا؟ أيوة. وفي سلسلة الظهر؟ الظهر من فوق أعلى الظهر. الحركة مع الحركة الألم بيجي؟ لا ده مع النوم الألم. بقول لك يا استاذه اسماء، لو مثلا جنب التلفزيون ابعدي شويه وقربي كده من السماعه، الخط مش واضح شويه يعني. او ممكن تغيري المكان اللي انت فيه، ممكن يكون الشبكه يعني عندك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. الاعراض بتزيد مع النوم، يعني ساعه ما اصحى من النوم بتبقى الاعراض جنبي. لا سؤالي محدد ردي عليه، مع تاخدي نفس عميق الألم يجي في ظهرك ولا ما بيجيش؟ لما اتحرك؟ لما اتحرك؟ أما تاخدي نفس عميق؟ لا ما بيجيش. طيب، أما تحركي إيديكي أو ظهرك تميلي يمين شمال، الألم يجي ولا ما يجيش؟ لا
لما بحرك ايدي الم، ما بحرك دراعي. اما تحركي دراعك. طب الموضوع ده بقاله كام يوم؟ هو معايا من زمان بقاله سنه، بس كان خفيف وثقل اليومين دول في البرد يعني. اه البرد زوده. عندك ضغط يا فندم؟ نعم. في ضغط؟ في برد. اه ضغط؟ لا في ضغط عند حضرتك؟ في ضغط؟ ايوه في ضغط. في ضغط، الضغط عالي يعني. اه طيب بتساعدني يا عشان. اه اتفضلي اتفضلي. هي قالت كلمه انا مش فاهم. صداع ودوخه. اه معلش، اصل هي برضو يعني عندها ضغط وصداع ودوخه. لا هو العيان بقول له حاجه يقوم لي يقول لي خمسه. انا السؤال المهم بقى دلوقتي للضغط، الضغط اخر مره قاسيته امتى؟ طيب الاسبوع ده هو دكتور من 3 ايام قايسه عند الدكتور 120 على 80 مفقود. جميل. يبقى احنا دلوقتي حضرتك احنا ممكن ناخد دواء خفيف زي حضرتك فيلدين. ده حضرتك حبايه بتتحط اسمه فيلدين فلاش، حبايه على اللسان بعد الغداء وبعد العشاء لمده 4 ايام. ان شاء الله هيجيب نتيجه كويسه قوي. ممكن حضرتك تخش تاخدي دش ميه سخنه قويه وتخلي الدش حرارته عاليه شويه ويقعد شغال على الظهر حوالي 5 دقائق، واخده بال حضرتك، وتتغطي كويس وتنامي مع العلاج ده هتبقى كويسه ان شاء الله تعالى. الف سلامه. شاكرين بالشفاء ان شاء الله. طبعا اشخصه ده الام روماتيزميه في العضلات بتاعه الظهر والرقبه. تمام. هل تتماثل معايا؟ عندك حد تاني؟ اه معانا الاستاذ احمد، معانا ام احمد لو بس تنتظر. اه يعني دايما احنا بنخاف من الالام اللي في الصدر سواء في الظهر من الخلف او من امام، لانها تماثل الام اخرى خطيره. تمام. زي مثلا جلطات القلب او الذبحه الصدريه. فعاده يا جماعه اما بيكون الالم ده له علاقه بحركات القفص الصدري، زي ان انا اخد نفس عميق، القفص الصدري بيعمل كده، العضلات بتبدا تتحرك والعظم، فلو في الم فيها هتدي الم. كحه. تمام. مع الكحه برضه هتتحرك تدي الم. مع الحزق هتتحرك، مع حركه الدراعين او حركه الرقبه او حركه الوسط. تمام. ده اما بتيجي مع اي من دول ده يبقى يساوي ان الالام ناتجه عن مشكله في عضلات الصدر او الظهر او اللي بنسميه الترانك اللي هو الجذع. تمام. والعضلات دي ادام فيها الام هي او العظم ولا تفرق معايا. ممكن يكون برد. برد مش برد مش مهم، مش عاوز اعرف سببه ايه. كلام فارغ. لكن ساعات تدي نفس الاعراض بس ملهاش علاقه بالحركه، تكون مثلا جلطه في القلب دي المشكله، او تكون ذبحه صدريه، او يكون تقطع جوه الاورطه اللي هو بنسميه حضرتك الاورطه ساعات بيتسلخ، ده قاتل، مرض قاتل. أخبرك. ففي هناك امراض قاتله تماثل امراض بسيطه، واخد بال حضرتك؟ فالامراض البسيطه تماثل امراض بسيطه، دي لازم افرقها، ولو ما قدرتش افرقها ممكن للاسف اعصر يعني العيان يتعب مني. تمام. ناخد ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي ام احمد، بس علي صوتك شويه لو سمحتي. اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتكلمي بس علي صوتك شويه. لا ماشي. قربي التليفون منك. يا دكتور انا السكر بتاعي 6.8 تراكمي، ودكتور وكنت باخد كولجوفاج 1000، وكنت باخد جليميت 850، والدكتور كتب لي جديد ديبافاني بلاس. كتب لك ايه الجديد؟ الجديد اسمه ايه؟ ديبافالي بلاس. بكام ثمنه؟ ها؟ سعره كام؟ سعره 83 جنيه. كم حبايه؟ حبايه واحده بعد الغداء. انا مش عارف بس اللفظ انت بتقوليه مش سامعه الحقيقه، عشان كده يعني ديبافالي بلاس. 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 ووقفك الجليمات. ها؟ وقف الجليمات ولا الجليمات لسه بتاخديه؟ لا الجليمات انا كنت باخده بس السكر كان بيوطى جامد قوي. فانا بطلته وخدت جلوكوفاج 1000. الجلوكوفاج بتاخديه امتى حضرتك؟ ها؟ الجلوكوفاج بتاخديه من امتى؟ باخده بقالي فتره. يعني قصدي انت كنت قبل كده بتاخدي الجليمات؟ اه
وبتاخد الجلوكوفاج. كنت باخد جليميت، واما لقيت الجليميت بيوطي السكر خدت جلوكوفاج 1000. ايوه كده مظبوط. وبعدين مشيت على الجلوكوفاج لمده قد ايه؟ مشيت عليه بقالي اكتر من سنه. وبعدين الدكتور زود لك دواء من امتى؟ لا ده ما زودش، ده غير جلوكوفاج 1000 وكتب لي ده، بس لسه ما خدتوش. عظيم. انت حضرتك اما عملت التحليل اللي هو التراكمي اللي طلع 6.8، عاملاه امتى؟ من 3 ايام؟ من اسبوع. وانت طيب السكر الصايم بيطلع كام؟ السكر الصايم بيبقى كويس 100 120 130. واللي بعد الاكل بساعتين؟ لا بعد الاكل بساعتين ساعات بيبقى 150، والمره اللي فاتت 111. طيب سنك كام سنه؟ سن 52. وزنك كم كيلو؟ وزني 87. لا خلاص بص، ما تاخديش الدواء اللي كاتبه لك الدكتور، انا عارفه هو ايه. حضرتك هتاخدي الجلوكوفاج 1000 حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء عشان ينزل لنا. اقفلي حضرتك بقى وانا هقول لك. شكرا شكرا ام احمد، خليك مع الدكتور. ام احمد دلوقتي يا جماعه الوزن مهم جدا جدا في ضبط السكر، يعني ده رقم واحد. الحاجات المهمه جدا اللي بتخش في المعادله بتاعه الادويه اللي انا بكتبها هو الوزن. يعني في مريض اظبط له سكره وازود له وزنه، محتاج ان وزنه يزيد، وفي مريض اظبط له سكرته واخفض له وزنه، وفي واحد زي ما هي، فهي وزنها 86 وسنها حاجه و50 87 هي المفروض تبقى 80 كفايه، تمام، او 82. فانا هزود الجلوكوفاج مع انه ارخص الحمد لله من الدوله، هتاخده تاخد حبتين قبل الغداء بنص ساعه وقبل العشاء بنص ساعه، هيخلي لها سكر زي الفل يتظبط. الدواء الثاني ده على فكره ملوش لازمه قوي، واخبار حضرتك يعني 83 جنيه ملهمش لازمه، اصل ده هيكفيها 15 يوم كمان، وهي نوعا ما يعني جنيه في الشهر. الـ 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 يعني التقرير بتاعها مش وحش يعني 130 على 150. بالظبط، فسهل قوي تظبطها ان شاء الله. صح. ولو تمشي هي طيب. نص ساعه ولا ساعه في اليوم ممكن نشيل الدواء كله. تمام. ناخد الاستاذه حنان من المنصوره. اهلا وسهلا استاذه حنان، سلام عليكم. طيب. فصلت؟ نعم. طيب ماشي. طيب نيجي بقى احنا دلوقتي حضرتك زي ما بنتكلم، في عندك مريض يعني ضبط السكر ده غايه، واخد بالك يعني؟ تمام. هدف، بس مش لازم ابوظ العيان في حاجات تانية. يعني انا مثلا ما اظبطش سكر واتخنه ولا اخبط في شيء تاني. لا ما انت بتخنه حضرتك، انت بتبسطه اليومين دول. يعني انا دلوقتي تمام. جالي عيان عنده ضغطه مثلا عايز سكره الصايم مثلا 140 160 وبعد الاكل مثلا 400، انا ممكن اديله دواء بعد سنه اللي هو كان وزنه الراجل ده 90 يبقى وزنه 98 او 97. تمام. والسنه اللي بعدها يبقى 105، وسنه بعد سنتين ثلاثه ما مش بس انه هيدخل، الدواء مش هيجيب نتيجه. وصعب انه ينزل. لا وصعب انه ينزل وصعب انه يخس. تمام. طب اتفضل. ناخد الاستاذ ابراهيم من الشرقيه، السلام عليكم. يا دكتور. اتفضل يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. انا عندي المدام 47 سنه. نعم. الو؟ ايوه مع سيادتك. المدام عندها 47 سنه. طيب يا فندم. بتشتكي يا دكتور بقالها اسبوع من صداع في الجنب الشمال. ما اوكي. بسمع حضرتك. رحنا كشفنا، الدكتور وصف لها حبوب بتاع الصداع النصف دي. ميجرانيل. ميجرانيل. موافق. ايوه. بس الصداع مش عايز يروح، وبطنها لما بتتعب بيطلع لها قرح في الفم. طيب هي 47 سنة حضرتك قلت لي صح؟ 47. وزنها كم كيلو تقريبا؟ وزنها 70 كيلو. طيب الدورة قطعت ولا لسه بتيجي؟ لا الدورة بتيجي. هي كانت بتاخد حبوب حقن منع الحمل بتاعت الشهر، وبعدين خدت الثلاث شهور. طيب بقى ثلاث شهور ايه؟ ما احنا خلاص بقى الدورة هتقطع يا ريس. ما هي لا بتنزل لسه. لا ما هي بتنزل عشان بتاخد الدواء. يعني هي بتاخد الحبوب بتنزل. انا شايف ان احنا نوقف الحبوب دي، لان الحبوب دي ممكن تعمل صداع نصفي برضه.
يعني الحقن اللي هي بتاخدها او حبوب اللي هي الهرمونات بتاعه الضغط ممكن تعمل في السن ده صداع. طب خلينا نرجع للموضوع. الصداع اللي بقاله 7 ايام ده حضرتك اول مره يجي لها؟ اول مره يجي لها. طيب ادام اول مره يجي لها مناخيرها مسدوده اللي هي ناحيه الصداع ولا مش مسدوده؟ لا لا ما فيش مسده ولا في حاجه. ولا في الم في العين اللي ناحيه الصداع؟ ولا الم في العين لا. وخدت الميجرانيل ما جابش نتيجه؟ لا جاب نتيجه يعتبر 50%. عندها ضغط ولا ما عندهاش ضغط؟ لا الضغط حلو 80/120. طيب هتاخد معاه حضرتك دواء اسمه كيتوفان 50 مللي جرام كل يوم حبايه بالليل لمده 5 ايام ان شاء الله كله هيبقى كويس وتوقف الاثنين بعد كده. الف سلامه. شكرا استاذ ابراهيم. شكرا دكتور. شكرا شكرا. ناخد اتصال بعد ام اسامه من الشرقيه. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. يا دكتور انا معايا حموضه، معايا حموضه جامد. الصوت واطي عندها من الاستوديو. عندها حموضه يا اسامه. استاذ جمال تقريبا الاستوديو عندنا هو اللي الصوت واطي لان كل الناس معظمهم بس هو في ناس صوت مره عالي. لا هو في خط غير واطي. لان اتصال عالي واتصال عالي. في خط من الخطين صوت واطي شويه. شكله خطك انت المضروب ده. ايوه يا دكتور انا سامعك يا دكتور. اتفضلي يا فندم. طيب يا دكتور انا عندي 38 سنه وعندي حموضه زايده حضرتك الحموضه بقى لها قد ايه؟ السنه اللي فاتت يا دكتور في الايام دي بدات معايا حموضه وعصر هضم وصدري اتعبني خالص صدري ورحت على الدكتور قال الدكتور معاكي القولون العصبي واداني علاج وتحسنت خالص بعد العلاج لكن الحموضه يا دكتور ظلت تستمر معايا. الضيق اللي على الصدر ده الضيق والتعب كله راح الا الحموضه ظلت مستمر معايا. يعني حضرتك انت ما رحت للدكتور عالجك وقال لك القولون العصبي كويس صح؟ طيب امال ايه اللي فضل؟ يعني كان مش الاعراض كلها راحت ولا كانت اعراض غيرها جت اعراض جديده؟ لا الاعراض كلها راحت الا الحموضه مستمره معايا. يعني حاضر يعني هو الدكتور اداكي دواء ضيع كل حاجه بس الحموضه لسه فاضله. ايوه الله يديك الصحه يا دكتور. ايوه طيب حضرتك الحموضه دي بقى لها قد ايه عندك؟ والله فتره زمان من بقول لك من سنه بس من ايام دين زايده معايا خالص مع دخلت الشتاء زايد الزوايد يعني النار. بحس نار يا دكتور على معدتي. طيب يعني هو انا بس عاوز اتاكد من حاجه، انت عملت اشعه على البطن ولا ما عملتيش؟ لا والله يا دكتور ما عملتش اشعه ولا اي حاجه بس الدكتور كشف علي وعلى الصنار كشف علي الصنار على المعده. طيب الدواء اللي كتبه لك اخر مره اسمه ايه؟ والله يا دكتور مش عارفه دلوقتي زمان الكلام ده له سنه وزياده. طيب حاضر. حضرتك اتفضلي اقفلي عشان احنا طالعين فاصل. شكرا يا ام اسامه. شكرا شكرا. معانا اتصال من المنيا. طيب استاذ سيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور حموده ام اسامه؟ اتفضل يا استاذ سيد. والله حضرتك انا عند المدام 30 سنه. نعم. بتشتكي من صداع في دماغها كلها، يعني ما عندهاش اي مرض مزمن ولا حاجه. تمام. ما عندهاش يعني مرض مزمن ولا حاجه بس هي بتشتكي من الاسنان، يعني بقالها فتره اسنانها واجعه على طول. بتاخد خدت طبعا فاستفلام وكتافلام وبتاخد اللي هو بتاع يعني الحاجات بتاعت الصداع يعني اللي زي البنادول كده والحاجات دي. اتفضل. بس المفعول بيروح، مفعول الحبايه بيروح، بيرجع الصداع الثاني. الاسنان في اي حته في الضروس ولا في القواطع الاماميه مثلا؟ هو في الضروس حضرتك يا دكتور، في الضروس وفي الاسنان كلها عامه، يعني احنا حشينا كتير وبتاع ونقص كالسيوم اصلا يعني معاه. لا 30 سنه ونقص كالسيوم هي خلفت كتير؟ خلفت 6 مرات، 3 توفوا بسبب تسمم حمل وثلاثة عايشين الحمد لله. دول كلهم في كام سنه؟ الستة في حوالي 12 سنه يعني.
والله يعني في ناس كتير. طب بتتعرض للشمس هي ولا بتتعرضش للشمس؟ لا لا مش كتير يا دكتور، في العادي يعني. طيب ما الاسنان دي تفسر الالام اللي هي بتاعت الصداع. صداع يا دكتور لدرجه ان هي عينيها ممكن تدمع من كتر الصداع. ما يعني. بص حضرتك، طب اتفضل اقفل وانا هحاول لساتك. ماشي ماشي، شكرا يا دكتور. شكرا للسيد، خليك مع الدكتور. لو هنخرج فاصل نخرج مفيش مشكله، واكمل على الاثنين. طيب هو بالنسبه للصداع، الصداع ده بيفسر ان هي الاسنان السبب فيه، وطول ما الاسنان فيها مشاكل هيفضل الصداع قائم. واحنا لازم نكون عارفين ان ايه الحاجات اللي بتجيب الصداع. ممكن العينين يجيب الصداع، سواء مثلا حضرتك عايز تركب نظاره ومن غير نظاره، يعني يكون قوه الابصار مش مظبوطه او مش متناسبه، او ان عين فيها قوه ابصار غير العين الثانيه تجيب اكتر سبب صداع اكتر، او النضاره مش مظبوطه، واخبار حضرتك. ممكن الجيوب الانفيه تجيب صداع ولا سامه ولها شكل معين، والجيوب الانفيه دي كتير مش ده كذا حاجه يعني. وممكن البلعوم والتجويف الفمي نفسه لو في احتقان في الام. تمام. والاذن، ما الاذن جاي بقى تبع تنجريف المناخير. تمام. فبرضو الاذن لو حصلت ان قناه ستاكيوس بتتقفل باللي هي بتنزل في الانف، التجويف الانفي تجيب صداع، عضلات الرقبه تجيب صداع. تمام. الفقرات العنقيه تجيب صداع. فانا عندي اسنان كتير طبعا، انا عندي اسنان يعني، انا مش عاوز افضل الاشياء اللي تجيب مش عاوز ادي مسكنات، ما هي بتاخد مسكنات. طيب. دكتور نطلع فاصل نطلع فاصل، واللي علينا على الخط خليه زي ما هو. ان شاء الله الاستاذ زكريا انتظر معانا، خليك معانا يا فندم. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. الحموضه الحموضه كانت ام اسامه. بس الحموضه، ويا ريت الاستاذ زكريا من القليوبيه ينتظر. طب ناخد الاستاذ زكريا وبعدين. طيب استاذ زكريا من القليوبيه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور محمد؟ ازيك يا شيخ زكريا، عامل ايه؟ الحمد لله وحشني والله. طب انت جيت ساعه صلاه العشاء، مين اللي اذن دلوقتي؟ ما انا اجازة بقى النهارده. يعني انت دلوقتي عشان مش في المسجد يبقى ما عليكش صلاه عشاء؟ لا ما حصل لي عشاء، بس وقت البرنامج بقى والحاج قاعد معايا وعنده سؤال، فقلت لازم اكلم الدكتور محمد. اهلا بيك. اهلا يا شيخ زكريا، بارك الله فيك. وحشني والله. وانت افضل، ربنا يخليك. الله يحفظك، منور الشاشه والله العظيم. بارك الله في حضرتك. الله يخليك. الحاج بيجي ينام على كتفه بيبقى فيه تعب رهيب جدا. سنه كم سنه يا شيخ زكريا؟ سنه 75. ربنا يديله الصحه. اما بينام على جنب معين ولا اي جنب؟ بينام على جنب اليمين. اليمين يحس بايه بقى يا شيخ زكريا؟ بيحس بالم فظيع جدا. فين؟ في كتفه كله. ممكن يكلم حضرتك مع حضرتك اهو. اوي اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا، ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله. انا كان حضرتك كان جالي تعب في الرقبه، في رقبتي. تعب في الفقرات يا فندم؟ تعب فين؟ تعب في الرقبه، في فقرات الرقبه. تعب في رقبه حضرتك. روحت الدكتور جان قال لي ان انت عندك زي ما اقولش بتثبت في عضله الرقبه، على عضله الرقبه. لا في كتب لي على علاج، قعدت فتره كده وبعدين رجعت له تاني لما ما جاتش نتيجه، قال لي اعمل لي اشعه. عملت الاشعه وقال لي ان فيه بتاع اسمه غضروفين في الرقبه. ماشي. وكتب لي على علاج حضرتك اسمه كونفنتين وميوزين وبومب ليفر. اوكي. شكل. اوكي جابتن. وحقق الفيتامين بيوفيت 12. اتحسنت. وبعدين كتف الشمال عادي، بيتنفس كتف الشمال عادي. انما كتف اليمين بيجي لي فيه الم بعد ما انام بحوالي ساعتين كده، الم شديد بحيث انه يصحيني من النوم. طيب بس وانا صاحي بالنهار عادي، انام يجي لي الالم ده. طيب حضرتك بس سؤال معين، الالم لما بيجي بيبقى في الرقبه ولا في الدراع ولا في الكتف؟ في شمال الدراع من فوق، العضله في اعلى العضله من فوق. لا معلش انا هسال سؤال ذكي شويه. يعني الالم يا اما في الرقبه يا في الكتف يا في الساعد يا في الدراع من فوق، في اي واحد من الاربعه؟
الالم اللي هو بيلم ده في دراعي من فوق. جميل. اما انت سيادتك، لا لا بس خليك بقى بص رد عليا، ده ما انا اتكلمت، انا سبت سيادتك تتكلم لوحدك عشان الاسهاب هيضيع مني المعلومه. حضرتك مكان ما بتبقى الالم جالك بعد ما بتنام بساعه او ساعتين، لو ضغطت مكان الالم اللي هو في دراعك بيبقى الالم بيزيد ولا ملوش علاقه؟ لا ملوش علاقه. كتر الف خيرك كده، انا خلاص وصلت. تمام. خلاص يا شيخ زكريا اقفل التليفون عشان توفر المكالمه، مع ان مكالمتنا عادي ب 14 قرش والله. شكرا يا شيخ زكريا، بارك الله فيك. السؤال الوجيه اللي اتقال الاخير ده، انا كنت بشوف الالم ده سببه اعصاب ولا سببه عضلات؟ ممتاز. يعني ايه سببه عضلات؟ لو انت عضلتك اللي بتوجعك واخد بالك هتضغط عليها وقت الالم تقلبك اكتر. تمام. لكن لو العصب اللي بينقل الالم بطريقه غبيه واخد بالك، وهي العضله سليمه بس بحسسك انها تعبانه تضغط عليها ما تزودش، لان هي مش هي مصدر الالم. هنا مصدر الالم زي ما دكتور العظام قال ان الفقرات العنقيه ضغطه على الاعصاب وهي خارجه. طب يعني ايه فقرات عنقيه؟ فقرات عنقيه، هات المج بتاعك كده. اتفضل. ادي الفقرات بس طبعا على رفيع، كل اتنين فوق بعض، ودي تالته وخمسه وسته كده، وطالع منهم اعصاب كده. دي بتروح لكل حته في الجسم. تمام. خبر حضرتك لما بيضغطوا على بعض، اما يضغطوا يروح قفشينها في النص فعصينه. طيب اللي هو طالع من الناحيه دي بقى هيتفعص امتى؟ اما الرقبه تتني كده. لكن لو وسعت كده مش هيتني. تمام. فهو سيادته اما بيجي ينام على كتفه على جنبه ده بالذات، طب تضغط عليه بعد ساعتين يخدل العصب يديني الالم. هنا العلاج بالادويه هيبقى ابدي. وده مش منطقي. فاحنا نعمل علاج، نشوف حاجات سهله ممكن يلبس. احنا عاوزين نفتح ما بين الفقرات، الفقرتين. يلبس بقى ممكن بالنهار لمده ساعتين ثلاثه اللي هو الرقبه لو قدر. اتنين، يغير وضع رقبته وقت النوم. تمام. ثلاثة، ممكن يعمل علاج طبيعي عشان يقوي عضلات الرقبة. هيقولوا له اعمل كده واعمل كده ومش عارف ايه، بيتهيألي الحاجات دي سهلة وبسيطة لكن هي مهمة جدا. لأن لما عضلات الرقبة هتقوى هتفتح شوية، هتشد الراس لفوق وتزقها فالراس ما تنزلش تعمل ده كله. الأدوية اللي بياخدها لها آثار جانبية وحشة. يعني ممكن تعمل له بعد كده عته. وقعتها باللغه العربيه مشكلة. يعني تخلف عقلي، يعني سوري في اللفظ، يعني ده احنا بنتكلم طب. الذاكره ما بتبقاش كويسه طبعا. ممكن بعد كده الفقرات تتاكل اكتر وتاثر على حاجات تانية. الادويه اللي هياخدها اي واحد هيدي له ادويه هيخف عليها، ولكن مش هتبقى علاج ابدي. اللي انا بقوله ده هو افضل علاج ممكن ياخده. الف سلام عليه. الله يسلمك. ناخد الاستاذه سميه من القاهره. سلام عليكم. طيب احنا هناخد سميه بعدين نتكلم على السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. سلام عليكم. الله بركاته. سلام ورحمه الله. انا ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا ست سميه. انا سهلا. الله يسلمك. انا ليا في سؤالين. السؤال الاولاني ليا، انا رقبتي ملوحه مش عارفه احركها. من امتى؟ دي حاجه ليا. من امتى؟ يعني هي من امبارح بالليل. دي سهله دي خالص. من امبارح بالليل. ماشي. طيب ايه تاني؟ السؤال التاني، بنت صاحبتي حامل وجالها كورونا، هل ادويه الكورونا تاثر على البيبي؟ حامل في الكام؟ هي لسه حامل في الرابع. في الرابع. يعني هو منطقيا ان شاء الله ما تاثرش. وبعدين اصل احنا دلوقتي هي لو كورونا حضرتك من غير حراره ومن غير ضيق في النفس ومن غير الكلام ده ممكن ما ناخدش حاجه. او الناس بتقول لك زودي المناعه بشويه الفيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين مش عارف، ما فيهمش ضرر. مع ان انا مش مؤمن بحكايه زياده المناعه، ده كلام بصراحه مش في الكتب ولا احنا درسناه في الطب. شويه كده اهو بنقول تاخده. الف سلام على سيادتك وانا هرد عليك. شكرا استاذ سميه. شكرا. بالنسبه لها هي حضرتك الموضوع بتاعها التافه ده البسيط، هي ممكن تجيب مرهم بسيط قوي، والاول تروح داخله الحمام فاتحه الدش على ميه سخنه عاليه، تحطه خمس دقائق 10 دقائق على المكان، الرقبه المكان اللي هي شاده عليه دي، وبعدين تروح طالعه تنشف كده، هو لسه الجلد محمر، تروح جايبه حضرتك اللي هو فولترين جيل. فولترين. ولحد يدعكه لها كويس جدا جدا، مره النهارده ومره بكره هتبقى كويسه. خف ان شاء الله. احنا مجبراتي كده. طيب ناخد ناخد الاستاذه ولاء وبعد كده نرجع للحموضه. مش هنسى. طيب. ايوه السلام عليكم. استاذه ولاء. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين.
اول سؤال، ابني انا عنده 5 سنين وعنده على طول امساك، طيب مش عارفين ايه السبب. السؤال الثاني حضرتك، انا على طول عندي بلغم عالق في زوري وكشفت كتير ومفيش فايده، مش عارفه اعمل ايه ومزهقني. لونه ايه؟ لا عادي زي مش ابيض، عادي يعني ابيض. بيجي بعد ما تقومي من النوم على طول يبقى موجود اكتر؟ لا هو على طول موجود معايا طول النهار، بالليل ما بيبقاش موجود وانا نايمه. اوكي طيب، بالنسبه لابنك الامساك ده مولود بيه ولا اليومين دول بس؟ مولود بيه يا دكتور. بيخش الحمام كم يعني كل اسبوع كم مره؟ ممكن ما يعملش حمام، بيعمل غصب عنه يعني كل اسبوع مره او 3 ايام؟ لا بيخش كل يوم يا دكتور، بس امساك جامد، بيبقى جامد عليه. طيب الف سلامه، هرد عليك انا بالتليفون. شكرا. دلوقتي ده ممكن يكون واحد اتولد وبعدين الامساك موجود من يوم ما اتولد، في امراض عامه يعني تؤثر عليه زي نقص هرمون الغده الدرقيه، وده اللي بيعمل امساك. يعني الطفل الصغير او البيبي اول ما يتولد ما حتى ما بطنه تقعد تتنفخ كده وما يعملش، وبعد كده يجيله تخلف عقله وحاجات كده يعني. بس برضو الطب ما بقاش زي زمان، يعني ما بقاش تخلف عقله زي زمان اللي هي البلاهه الرهيبه دي. لا شفنا حالات نقص غده درقيه ولا بيبقى في المدرسه طبيعي ما يعملش. طيب النوع الثاني واللي هو ده اعتقد لازم نستبعده، انها تروح لحد من زملائنا بتوع الجراحه، لان ممكن يكون في مشكله في عمليه الاخراج بتاعته، وان الجهاز العصبي الموضعي لعمليه طيب. الاخراج غير مكتمله وضعيف خلقي وليه عمليه صغيره بتتعمل. فانا لو اديت علاج دلوقتي يبقى بدي علاج بتاع الجماعه الجهله، ومش هيجيب جدوى. لا يجيب ما هو في حاجه شغالين يا عم الحاج، ما في كتير طيب. جدا شغالين بفضل الله وبيكسبوا كويس قوي من الطب. وهي ايه اصل عيب الطب حاجه، انت ممكن تبقاش فاهم حاجه وتدي علاج ويخف العيانين ويبقى عنده عيانين ما حاجز لمده 3 سنين وعمال يوقوق ويعمل ويقول لك ده الشيخ البركه. ده عيب الطب على فكره، من ضمن عيوبه، مش زي الهندسه، تفضحك ما فيهاش. لا اصل الطب ممكن يعني اقول لك هو برضه لحد ما يروح للدكاتره دول هياخد حاجه اسمها لاكتيولوز، ويمكن يكون خده او ما خدوش، لو ما خدوش ياخده لاكتيولوز، ياخد كل يوم فنجال قبل النوم، وقبل ما ينام كل يوم ياخد 0.5 كيلو خيار يمضغه نص مضغ وهو بياكله، وكوبايه لبن كبيره قوي بارده قبل النوم مباشره. تمام. ان شاء الله الاثنين دول هيمشوا له بطنه. ده يروح لدكتور مسالك ده؟ لا يروح دكتور جراحه. جراحه تمام، دكتور شاطر جراحه. طيب يعني يستحسن يكون جامعه عين شمس استاذ. لا احنا نزعل الناس منا. انا بهزر. طيب ناخد واتصالنا بعد دكتور. طب حاضر. وهنرجع للحموده. الحموده لا لازم مش حاجه. ماشي. ام احمد من اسيوط، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ام احمد، الدكتور معاكي. انا يعني من السنه اللي عدت يعني قليل عندك عضله القلب ضعيفه، فكنت والكوليسترول عالي، فكنت باخد لهم علاج. بعد كده رحت عند دكتور ثاني قال ما عندكش حاجه. الحمد لله. بعد كده بحس في الم في بطنه، وممكن يعني في جنب يمين يعني اتقلب كده في الارض، وما اعرفش يعني نروح يعني المستشفى يدينا حقنه وبس، ما بدل عن شعر بطنك بس انا ما عملتش، وفي حرقان في بطني يعني كلها ومعدتي وفي جنابي الم. طيب عاوزين نلخص اللي انت سيادتك قلتيه. المشكله بقى لها قد ايه؟ يعني من فتره قليله مش بعيده يعني، وعندي اسهال. لا يعني قليله، شهر مثلا؟ ممكن زي كده. بدات بايه بقى؟ بدات بالم يعني في جنابي، ومثلا حرقان في معدتي. انا بعمل خبز يعني ما باكلش العيش اللي بنعمله يعني، باخبز مع الشوفان والكتان الحاجات دي، فممكن تاثر علي؟ لا انا لسه ما فهمتش حاجه من حضرتك، انا لسه ما استوعبتش الموضوع بتاعك الاول، وبعدين نتكلم في الشوفان ان شاء الله. دلوقتي ماشي، يعني عندي الم في بطني يعني كلها كده وحرقان، لما كشفت عند الدكتور قال ممكن التهابات في بطنك او لما اخذ يعني مغص كلوي زي كده. لا يعني قال لك مغص كلوي ولا الامعاء؟ لا
لا هم شخص عشان قال لي عمل اشعه وانا ما عملتش. طب دلوقتي سيبك انت من الدكتور قال ايه؟ الالم في بطنك من قدام ولا من الجناب من اللي من ورا؟ اه من قدام ومن ورا وخصوصا في جنب اليمين. في حرقان في البول؟ لا. لا. طب بتخش الحمام تجيبي بول كتير كل شويه كل ساعتين ثلاثه؟ ايوه بخش على طول. انت سنك؟ بس بشرب ميه برضه كتير. ايوه. بتشرب ميه؟ انت عندك سكر ولا حاجه؟ ايوه. لا ما عنديش، بالعكس مره قست كان السكر واطي والضغط واطي لدرجه انه عطيني برشام يعني علي السكر. والدكتور قال لك تعملي اشعه تلفزيونيه ولا اشعه عاديه؟ ما عرفش، وقال لي عندي اشعه ضغط بس ما عرفهاش تلفزيونيه ولا عاديه. مش واخده بقى. طب الالم له علاقه بالاكل ولا ملوش علاقه بالاكل؟ لا ما لهوش يعني، ها دين يعني حاسه بيه وخصوصا في جنب اليمين يعني بطن من ورا ومن قدام. لكن لو كلت يعني مثلا لو كلت بيضه بحبه سمنه ولا حاجه الالم ما يجيش؟ لا. ها؟ عادي يعني باكل ويها حاجه بس يعني دي من كل الاكل اللي باكله او الشرب اللي بشربه. الالم له علاقه بالحركه ولا ملوش علاقه بالحركه؟ اه بتحرك يعني كتير وممكن امشي. طب الف سلامه هرد عليك. شكرا شكرا محمد، خليك مع الدكتور. في موسيقى تصويريه وراها. اه ما هي مع الاسره ربنا. لا 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 مش كده، ده هو عاوز يسمع صوته في التلفزيون. اه انت مش مستوعب ساعتها. وهي انا عماله تبعد عنه وهو يجري يطاردها. ما شاء الله عليه. تمام. عبقريه. هو طبعا الالم اللي ماشي ده اللي هي بتقول عليه في جنبها اليمين، احنا بنخاف لا يكون مراره، ممكن يكون قولون، ممكن يكون كلى. تمام. وبعدين كل حاجه بتسالها فيها بتديك التفسير بتاعها المنطقي. يعني بخش الحمام كتير اه عشان بشرب ميه كتير، بس قالت في حرقان في البول. فانا هبص هندي علاج ان شاء الله وربنا هيكرمها عليه. امين يا رب. ورخيص، هتاخد سبتازول حبتين الصبح حبتين بالليل، وهتاخد مغنيسيوم ستريت فواره بواكي باكو على نص كوبايه ميه ثلاث مرات بعد الاكل، وهتاخد حاجه اسمها رواتينكس حبايه قبل الاكل بساعه ثلاث مرات. تمام. وان شاء الله نشوف ده. لو حاجه غير المعده هتخف يعني. ممتاز. لو كده هتخف، لو مراره هتخف. يعني قلنا سبتازول حبتين الصبح حبتين بالليل لمده 15 يوم، قلنا مغنيسيوم ستريت اللي هو سعرات المغنيسيوم بواكي كده الباكو على نص كوبايه ميه ثلاث مرات في اليوم بعد الاكل، وقلنا رواتينكس حبايه قبل الاكل بساعه ثلاث مرات. الف سلامه عليها. تمام. يا ريت لو ام احمد وكل المتابعين والمشاهدين ان يراجعوا مع الحلقه تانية بتنزل على النت، بحيث انكم تعرفوا اسامي الادويه ويعني من 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 على النت ان شاء الله. ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذه نهى من سوهاج، السلام عليكم. نخش على الحموضة؟ نخش بقى على دور ام أسامة الحموضة. اه هو الحموضة دي اسلحة حموضة مزمنة قوي، لدرجة ان الدكتور ادها ادوية تقريبا كان فيه معاها القولون، والقولون خف معانا. القولون ما بيخفش. لكن ما ملوش ما بيخفش؟ لا يعني 90% المزمن منه ما يخفش، يعني ممكن تتأثر عليه وكده. فأنا شايف يا ام أسامة ان حضرتك هديك علاج، جاب نتيجه جاب، ما جابش يبقى حضرتك تعملي منظار معده بعد ما تعمل منظار، بعد ما تعمل اشعه تلفزيونيه على البطن. الدواء اللي هناخده هناخد مثلا ننقلها حاجه رخيصه مش غاليه قوي، جاستروزول 40 ملي جرام حبايه كل 12 ساعه الصبح وقبل النوم، يعني بعد الفطار وقبل النوم. وانا شايف كفايه كده عشان ما نكترش عليك الدواء. لو الالم معده هيخف 1000%، وبعدين تكلمينا بعد 15 يوم لو خف هكمل لك الدواء بقى اللي هو ان شاء الله ما يرجعش تاني، المعده ما ترجعش تاني ان شاء الله تعالى. تمام. عندنا اتصال من كفر الشيخ واللي بعده من سوهاج. ناخد الاول من كفر الشيخ الاستاذه سعاد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه سعاد. لو سمحت انا عندي السكر والضغط، والسكر ساعات يعلى عليا يوصل 400 وساعات ينزل، فانا باخد علاج من يعني من بتاع المستشفى. طيب سنك كم سنه يا فندم؟
أنا سني 58. وزنك كم كيلو؟ وزني كنت 93، فعاملة رجيم يعني وصلت 84. الخساسان اللي هو حوالي 9 كيلو في قد إيه خسيتيهم؟ في يعني في شهرين. أنت ما بتاكليش خالص؟ لا باكل حاليا، بجيب يعني بعمل عيش شني وماشي على رجيم، يعني الحاجات اللي فيها زيت والكلام ده بطلت أكل. طيب قبل ما تعملي رجيم حضرتك بدات تخسي شويه قبل الرجيم ولا مع الرجيم بس خسيتي؟ لا بعد يعني انا يعني السكر نزل شويه بعد ما عملت الرجيم. لا سؤالي مش كده. ايوه سؤالي قبل ما تعملي رجيم. نعم ايوه يا دكتور. قبل ما تعملي رجيم الوزن قل ولا ما كانش بيقل خالص؟ لا ما كانش بيقل، ده كان في ازاي؟ واول ما عملت رجيم من شهرين نزلت 9 كيلو. نزلت 9 كيلو في شهرين. طيب بتمشي مشيتي وعملتي مجهود ولا بس الاكل؟ بامشي. لا بامشي، انا فاتحه حضرتك محل كده بامشي على طول يعني لا انا برضه سؤالي مش ده. خلال الشهرين اللي خسيتي 9 كيلو فيهم تقريبا نمط المجهود اليوم اتغير؟ لا عادي المجهود عادي بس الاكل اللي جالي خلاص 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 انا بقى يبقى اذا في 9 كيلو خس. الدواء اللي بتاخديه اسمه ايه؟ مش دواء حضرتك يا دكتور، يعني انا بطلت اكل حاجه من شويات. الدواء بتاع السكر اسمه ايه؟ بتاع المستشفى، والله ما اعرف اسمه حضرتك بس انا بجيبه من المستشفى. حبوب ولا حقن؟ لا حبوب يا دكتور، حبوب باخد قرص الصبح على غير فطار. اخر تحليل سكر طلع الصايم كام؟ اخر تحليل سكر محللاه من 15 يوم كده بس ما كانش صايم، كان فطر كان 120. طيب ده كان في المعمل ولا في البيت؟ لا في المعمل. طيب ايه السؤال بتاع سيادتك؟ السؤال بتاعي انا يعني ايه يعني حضرتك بيقنس وينزل، ساعات احس ان عظمه واجعني وتعباني، اروح احلل الاقيه عالي مع من لوحده كده. طيب الف سلامة عليك، اقفلي وانا هرد على سيادتك. شكرا شكرا. هو دلوقتي بص يا اسامة، اتفضل يا دكتور، حكاية ان واحد يعمل رجيم ويخس 9 كيلو في شهرين ده كلام لا اقبله بالنسبة للبني ادم العادي. كتير. مهما يعمل ايه؟ قول ليه؟ حضرتك ال 4 كيلو دول يبقى هو وفر في اكله 4 في 8 بكام؟ 32 الف سعر. يعني حضرتك في اليوم اوفر 1000 سعر من اكله، يعني هياكل بدل 1800 سعر ولا 2000 سعر هياكل 1000 بس. 1000 ده لا مؤاخذه انت تاخدهم في خيارايه. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ اما بيكون الجسم داخله كميات انسولين داخليه طبيعيه يقاوم الخسسان. يعني مريض واحد طبيعي ما عندوش سكر وبدا يعمل رجيم وبدأ الرجيم بيجيب نتيجة سريعة معاه، المفروض يخاف شوية. أنا هو عنده الإنسولين على المحك، عشان كده بيخس على طول. عشان كده بيخس على طول. الإنسولين كافي يا أسامة إنه يحافظ على نسبة السكر في الدم طبيعية ما تعلاش، بس مش كافي إنه يحافظ على الجسم طبيعي. مش إحنا قلنا إنسولين كتير يبقى اسمه إيه؟ زيادة في الوزن. بس أنا ما بقولهاش كده. إنسولين كتير وزن كبير، يعني يبقى وزنه كبير. صح، واخد بال حضرتك؟ فانا عموما انا شايف ان هي ماشيه مظبوط، بس حاجه منها واحده تعملها. اما تيجي تحلل تحلل في البيت، تجيب حد جهاز وهي قايمه من النوم ما تتحركش تحلل، وبعدين تاخد علاجها وتاكل وهي في البيت برضه وتحلل، لان هي بتمشي بتروح المحل او الدكان راحه جايه. لو سكرها كان 220 ممكن يطلع 110 مجرد ما تروح المشوار، ونضحك على بعض. فتعمله في البيت، وانا انصح جميع الناس تحليل السكر في البيت صايم وبعد الاكل بساعتين افضل. علاقه افضل ده مش الافضل، ده هو الوحيد اللي هو ده الصح. في دكاتره بقى واساتذه هتطلق جهاز سكر بره سواء بفلوس او ببلاش، يعني هو داخل تيك ويديله ورقه يقول له سكرك كذا، يخش ده سكرك 220 ده عالي، لا ده سكرك كويس. مين اللي قال الكلام ده؟ اولا العيان جوه العياده بتاعت طبيب السكر او غير السكر، تمام، مش في ظروف عاديه، يا اما عمل مجهود زياده، يا اما اتضايق من القعده،
يا اما طلع سلم فتغير في النتيجه، يا اما هتعلى يا هتوطى غير طبيعيه. انا عاوز الطبيعيه، الانسان طبيعته في منزله قاعد في خارج بيته خارج منزله مش طبيعي. صح. طيب ناخد صاحب النصيحه، فهي هتقابل لي تحليل مرتين، صايم وبعد الاكل في البيت وكلمني تاني وتخليها ماشيه زي ما هي. تمام. ناخد صاحب النصيب الاستاذ هشام الشرقيه. انا وسهلا. ده اخر واحد ده لسه بدري. اخر واحد بجد. واو واو. مين اللي معاك؟ عم الجبل. هو بيكلمني بالانجليزي فما خدتش اشبال. صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ هشام اتفضل. الدكتور معاك. حضرتك يا دكتور. نعم. انا بشكي من الحموضه بقالي سنه ونص، وباخد حبوب اسمها فاست كيور، مش بعرف اكل حاجه كده لما اخد الحبوب دي. اسمها ايه يا فندم؟ فاست كيور. ده بكام العلبه دي؟ العلبه ب 30 جنيه. 30 حبايه؟ لا 14. كم ملي جرام؟ 20. تقريبا فاست كلور. ها؟ فاست طيب كلور. ماشي. بتريحك؟ برتاح عليها. ممكن ارتاح 3-4 ايام كده، ولو كلت تقالي او كده بتعب تاني. اوكي. الالم فين يا فندم؟ الالم يا فندم في تحت الصدر كده، من عند فم المعده كده، ويطلع على زوري كده حرقان شديد. طيب وحضرتك اللبن بيريحك ولا بيتعبك؟ اللبن انا ملياش تقول على اللبن بصراحه، يعني مش جربتوش. ما جربتوش؟ لا. طيب اما بتاكل حاجه دسمه الالم بيزيد؟ لا الالم بيزيد مع التقالي بالذات يا دكتور. التقليه مش كده؟ طيب التقليه دي دهن، امال الدهنيه معموله بايه؟ تمام. طيب الالم بيبقى ما جاش عمره في الناحيه اليمين ابدا؟ في الناحيه اليمين؟ لا في الناحيه اليمين كان من حوالي سنه برضو، جاء عندي حصوه على الكلى وكشفت عليها ونزلت. وعملت سونار ياميها ولا ما عملتش؟ عملت سونار. والسونار طلع فيه حصوه على الكلى. طلع فيه حصوه على الكلى وخدت علاج ونزلت. والمراره طبيعيه. الحمد لله. طيب وزنك كم كيلو؟ وزني 72. طيب الف سلامه. شكرا. شكرا على الاتصال. هو بص حضرتك الحموضه اللي هو بياخد دواء بيوقف حمض الهيدروكلوريك ينزل من المعده، بس هو قال كلمه مهمه قوي، قال لك وكمان بتطلع على الزور، فهنزود له دواء اسمه بريمبران حبوب 10 مللي جرام حبايه قبل الاكل بنص ساعه مع الوجبات الثقيله. يعني لو ثلاث وجبات يبقى ثلاثه، لو وجبات خفيفه يبقى دي ليها علاقه بارتجاع المريء ده. ده واحد. اتنين، ممكن كمان نستغنى شويه عن الدواء اللي هو بياخده ال 20 مللي جرام ده، لانه مش مستحب قوي، يعني حاول يفوته يوم ولا يومين ولا ثلاثه. طب احنا هنستمر على كده؟ لا، اما يخف يبقى يكلمني عشان اديله كورس بقى ان شاء الله ياخده كده مكلف، وزي ما بيقولوا ايه نهائي بامر الله تعالى. تمام. استاذ محمد ناخد كبسوله ال 30 ثانيه عن الكورونا، اي نصيحه؟ يا الكورونا بس المهم اخطر حاجه دلوقتي هو النفس والكحه والكلام. يعني قال لك النفس اما بتقعد مع واحد بيديك 20 جرثومه او 20 فيروسه يعني. اما حضرتك اما حضرتك بتتكلم بيبقوا 200، يعني اضرب في 10. طب ما بنكح بقى 20 مليون. فنحاول بس ما نكسفش من بعض، ونبطل السلامات ونبطل الحاجات دي، نرجع تاني. وبعدين انا عايز اقول قبل ما نقفل الكورونا دي، او هقولها بطريقه غبيه شويه وبطريقه مفجه، عامله زي الطلقه، يعني فيروس الكورونا زي يكون طلقه طالعه من مسدس او من بندقيه بترشق في البني ادم. يا ساتر. هي الطلقة دي بتموت ناس كبار وناس صغيرين؟ لأ. لأ. بالظبط. بتصيب أي حد. لأ، بس هتموته على أي أساس؟ جت فين؟ أيوه صح. هل في الصدر؟ هل في ال فهي الكورونا عاملة زي الطلقة اللي بتطلع من البندقية بتخبط في البني آدم، عشان يكون فحل قد الجبل، بس جات له بقى في المقتل هيموت. فكل بقى ما يستهونش، واحنا اولهم طبعا يا ريس. العمال اللي جبت انت دلوقتي
سانيتايزر ولا جبت معاك كذا؟ لا 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 موجود كله جاهز كله جاهز. المره الجايه تجيبه هو دلوقتي الكنترول اداني طلقه دلوقتي في السماعه دي. طيب يا فندم شكرين. ما ننساش يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 9 على 10 على الفيسبوك من الساعه 9 على 10. واحنا الدقيقه بتاعتنا هنا يا جماعه ب 14 ساغ تمام، مش غاليه زي اي اتصال. غرضنا ما فيهوش اي مكسب مادي ولا مكسب اي مهني ولا حاجه، وربنا يكلمنا. تمام دكتور محمد اشكرك. العفو يا فندم. اعزائي المشاهدين وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده، ونشكر الساده الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.